وبعد الشغل التعوي ولا حالي بقالي سنين ابص البيت واعمل فيه اساسيه بقول انا جيت يا بني ادمين وعلي صوتي واتقمر شمالي ويمين ما انا طول عمري وجامد شديد ومتين ولا تهتش ولا تفتش وبرجع وارفع الحبين الاقي الراجل باصصني وتقول محمود اقوم مخطوط بسرعه قبل على الله عشان ما اروحش للمواعيد مع الشاعر النجم واتكع السن نجم النجم احمد المجرة حبيبي حلو الشيء ده هو عارف نفسه انا المجرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاكر نفسك شاعر زي نادي جديدة تعرف تعمل نص عمايلي هات لي رصيدة يا ابني خلاص اللي هو اسمعني لو مش جاي تتعلم مني روح اعملها في حته بعيد الله كلمات احمد مبارك عايز اقول بس موقف تاني لما كنت في ورشه بما انه مدرس فبيجيب الاولاد في المدرسه بيحفظهم الشعر بتاعه غصب عنهم فالاولاد ما بيتعلموش من حاجه فقال لهم في مره انا هقول لكم ابيات شعر لشاعر صديق اسمه احمد مغربي وهنشوفكم هتحفظوها ولا لا طبعا قالوا له على فقال لي ابيات الشعر دي فاكر نفسك شاعر زي لك دي جديده تعرف تعمل نص عمايلي هات لي قصيده يا ابني خلصت تقول اسمعني لو مش جاي تتعلم مني روح اعملها في حته بعيده فبدل ما مش اقول انا رحت المدرسه بعدها كل ما اكلم حد من الطلاب يقولوا لي روح اعملها في حته بعيده الشعر ذلك اثر عند البطل انا مش هقول شعر النهارده عشان ادي فرصه لجيل الشباب الناس اللي لسه بتبقى لا طيب عايز يتصور معايا انا مش همشي غير لما اتصور معايا كده هقول لازم اقف يا جماعه المنصه جنبها ادخل التاريخ ده زي ما انت انا هقول خمس مواقف قابلوني يعني في مواقف طريفه قابلتني في حياتي كشاعر اول موقف كنت رايح ندوه في نادي ادب المنيره برئاسه الشاعر محمد عبد العليم الدين فقلت السواق الميكروباص نزلني في اخر كوبري احمد عرابي فجيت نزلني في اخر كوبري لقى الدنيا ضلمه وفي زباله وكلاب فقال لي يا استاذ هو حضرتك نازل هنا فين؟ فقلت له انا رايح اقول شعر انا ومجموعه من زمايلي الشعراء في مكتبه الطفل اللي تحت الكوبري فالظهر ان انا صعبت عليه قال لي ربنا يوفقك يا رب اشوفك شاعر كبير قلت له طب انا شاعر كبير انا نجم انت بتفضل ايه؟ ده كان الموقف الاول، الموقف الثاني اتصلت بالفنانه نبيها حمدي وقلت لها ان شاء الله حفلتي في الاوبرا يوم الثلاث اللي جاي. قالت لي جايه لك يا احمد جايه لك. قلت لها طيب انا عايز حضرتك عشان الامن ما يتضايقكيش وانت داخله الاوبرا قلت لهم انا داخله للنجم احمد مغربي. قعدت تضحك شويه وحطيت تمكن اعصابها ومسكت التليفون وقالت لي طبعا 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 هقول لهم ابني يبقى الشاعر المرهق الحساس الكبير قوي انت قلت لي اسمك ايه يا ابني؟ ده كان الموقف الثاني الموقف الثالث رحت نزوه لصوت الجنوب لا لفريق الواد محمد المساعيدي ومحمود عبد الصاهر ومحمود عبد الله الفريق الاولاني صوت الصعيد فكانوا عاملين حفله كبيره وجايين طبعا نجوم كبار طبعا فالمهم انا جيت داخل ايوه اولادي كلهم المهم جه داخل من الباب لقيت دكتور علاء جامد اللي هو عجبينه المعجبات والاولاد بيتصوروا معايا فجيت انا من ظهره فبهزر معاه يعني قلت له ممكن يا دكتور لما تخلص تصوير مع المعجبين والمعجبات اسلم عليك قبل ما تقول
فبص كده فانا فقال لي البنت اللي واقفه جنبه تعالى نعرفك على الاستاذ احمد مضرب الشاعر الكبير. فانا طبعا اتغضيت في نفسي قلت له اه مين الاستاذه؟ قال لي ايه يا عبد الرحمن الابلوجي. يا نهار اسود. ده كان الموقف اخر موقف. لا الاستاذ عبد الستار سليم الرابع. هقول لك الاستاذ عبد الستار سليم استضافوه في مكتبه الزاويه الحمراء. فقدموا فريق شبابيك قدموا الشعراء كلهم في الاخر قالوا يختم احمد مغربي. فطلعت على المنصه قالوا لي قول قصيده الشاكيتا. فقلت لهم ما يصحش اقول القصيده دي بالذات عشان في بيت شعر بقول فيه شعر يقلق اي جتة. فالاستاذ عبد الستار سليم قال لي ايه؟ لا انا عايزك تقول اللي هم طالبينه منك. قلت له يا ريس ما يصحش قال لي اللي بقول لك. قلت له اذا كان كده قابل وقعد مفتتح اناسيك ازياد الشعرة بغت الدواوين وبراجع كان المتنبي الاولى وانا جاي من الجامعه وراجع. قال لي بس خلاص ما تكملش. شكرا. شكرا للشعر النيلي. واحد من الشعر. واحد من الشعر.